اطلعت عضو مجلس محافظة صلاح الدين المهندس أشوق سالم على موقع المحدد لتنفيذ مشروع تاكسي نهري في قضاء الشرقاطة، وقالت في تصريح لقناة صلاح الدين فضائية إن هذا المشروع ليس بديلا عن بناء وتأهيل الجسور، مؤكدة إن عمل تاكسي نهري سيخدم أبناء المحافظة. يعني أكيد بعد مرحلة داعش صار يعني دمار لكثير من الجسور بمحافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى، لكن أخذت حصتها محافظة صلاح الدين بالنسبة لي يعني الجسور التي دمرت. أكيد ما راح يكون الحال إنه إحنا يعني ننتظر يعني كيف سيتم بناء الجسور وما هي المدة اللي راح تستغرقها عملية بناء الجسور، لابد أن نبحث عن بدائل. البدائل كانت هو التاكسي النهري. أنا بس أحب أوضح الأهنب محافظة صلاح الدين أنه هذا مشروع التاكسي النهري هو مشروع حيوي استراتيجي، هو ليس حلول ترقيعية، وإنما هو مشروع استراتيجي حيوي نفذ في مدينة بغداد وفي المحافظات الجنوبية الأخرى. محافظة صلاح الدين تم العمل على هذا الموضوع منذ كنت في لجنة الخدمات عضو مجلس نواب منذ عام 2016، تم استحصال موافقة السيد الوزير وزير النقل، واستحصلنا كل الموافقات الأصولية من قسم النقل البحري وقسم النقل النهري. تم زيارة المحافظة عام 2017 وأيضا 2018، تم الاستطلاع على المواقع اللي من الممكن ترشح تكون محطات للنقل النهري للتاكسي النهري. راح يكون هناك 4 مواقع في مدينة تكريت اللي هي مركز المحافظة، راح يكون هناك 2 موقع في مدينة بيجي، راح يكون هناك 1 موقع أيضا مرشح في مدينة الشرقاء، وأيضا بإشراف طبعا من مسؤولين المحافظة السيد القائم مقام وكذلك مدير الناحية إذا كان في ناحية، وأيضا السادة أعضاء مجلس المحافظة والسادة المعاونين المحافظ، كلهم مسؤولين عن نجاح هذا المشروع، لأنه بدون مساعدة الحكومات المحلية ما ينجح هذا المشروع، وإحنا نريد نستقطب كل المشاريع الحيوية الاستراتيجية المحافظة صلاح الدين من أجل النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطن في محافظة صلاح الدين. تشرفنا هذا اليوم بزيارة السيدة أشواق سالم الجبوري عضو مجلس محافظة صلاح الدين مع وفد من وزارة النقل لإنشاء نقل بحري نهري تاكسي نهري في قضاء الشرقاط. تم وضع حجر الأساس لتاكسي نهري بين ساحلي قضاء الشرقاط الأيمن والأيسر بجهود السيدة أشواق وبجهود وزارة النقل. إن شاء الله مشروع ليس بديل عن الجسور ولا عن الجسور العائمة ولا الجسور الثابتة، ولكن هو مشروع استثماري، مشروع سياحي ومشروع خدمي للمواطنين. مجرد يعبرون من الساحل الأيمن إلى أيسر بزوارق مؤمنة أمن وسلامة وكافة المستلزمات الضرورية لسلامة المواطن وعبوره من الضفة اليمنى إلى اليسرى بجهود السيدة النائبة إن شاء الله. احنا ممثلين عن شركة العمل النقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل، جينا كشفنا بمنطقة صلاح الدين على عدة مناطق كمحطات التاكسي الناري ومراسي، واختارينا مناطق معينة نخدم بها مواطنينا وهنب بصلاح الدين، وإن شاء الله راح نجهز المنطقة في زوارق حديثة ذات سرعات عالية وشيل 40 راكب إلى 30 راكب، وإن شاء الله تسهل الأمور كلها بجهود أهل المحافظة ومجلس المحافظة ويانا داعمنا والمحافظة ويانا داعمنا، والحمد لله والشكر حققنا شيء كبير هسه، وإن شاء الله راح نعين المراسي ونبدأ بها من أقرب وقت.